إلى الشأن المحلي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين فتح باب تلقي المشاركات في جائزة الإمارات للتوطين اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر وحتى 15 من أكتوبر المقبلين، ليتم تقييم المشاركات بعدها حتى آخر ديسمبر والإعلان عن الفائزين خلال شهر يناير من العام المقبل. وتهدف هذه الجائزة لنشر ثقافة التميز وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسسات القطاع الخاص بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين لديها. هذا وتتلقى الوزارة مشاركات الجائزة من خلال موقعها الإلكتروني.